يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من قال أنا أذبح لله وأن الذبح لغير الله شرك، ولكن أذبح عند قبر البدوي لأن ذلك أدعى للقبول، فما حكم هذا؟ هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. تذبح لله، اذبح ببيتك لله أو في أي مكان، لماذا تذهب إلى قبر البدوي؟ لماذا تذهب إلى قبر البدوي؟ هذا فيه تشبه بالذين يعبدون ويذبحون له ومشاركة لهم في هذا، فهذا من وسائل الشرك. نعم.